أهلا بكم. كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال أول 4 أشهر من عام 2019 بنسبة 38.1%. وذكر البنك في أحدث تقرير له أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ارتفعت بقيمة 73.4 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي. يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات إيجابية للدكتور محمود محي الدين نائب رئيس البنك الدولي بشأن الاقتصاد المصري. نتابع بعض الأرقام وما جاء في هذه التصريحات، ثم نعود لنفتح النقاش حول الوضع الحالي في الاقتصاد المصري. نرحب عبر الأقمار الصناعية بالدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي. دكتور عبد الخالق، برحب بيك معايا في بتوقيت مصر. خلينا نقف في البداية عند الرقم الأول، الرقم ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة في أول 4 أشهر من عام 2019 بنسبة 38% اللي هي 73.4 مليار جنيه. يعني هل الرقم ده رقم إيجابي أم سلبي أصلا؟ الحقيقة أنه أبدا لا نستطيع ولا يستطيع الاقتصاديون أن يعتبروا استثمار الأجانب في أذون الخزانة أي في الدين المصري عمل إيجابي بالمطلق. يصبح عمل إيجابي في عدة حالات، عندما تكون هذه الاستثمارات في أذون الخزانة أو أدوات الدين على الحكومة المصرية ذاهبة إلى إعادة إنتاج أو بناء المؤسسات الإنتاجية التي تستطيع أن تسدد هذا الدين. لكن إذا كان الاقتصاد بقضه وقديده يذهب إلى في مجالات مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية والاستثمار في العقارات والأراضي وغيرها، أنا أظن أنه ده ما يبقاش يعني إضافة إيجابية، لأنه دائما وأبدا الاستثمار في الأذون أو أدوات الدين خلال فترة قصيرة تتراوح ما بين 190 يوم إلى سنة بيتم جني الأرباح والخروج مرة أخرى من السوق، وبالتالي هذه الأموال اللي بيطلق عليها أحيانا الأموال الساخنة هي دائما وأبدا عنصر من عناصر عدم الاستقرار النقدي من ناحية، وهي عبء خاصة في الحالة المصرية اللي وصل فيه حجم الدين، سواء الدين الداخلي زي أذون الخزانة وسندات الدين على إلى آخره، إلى معدلات حرجة جدا، وأيضا الدين الخارجي الآن يقارب 100 مليار دولار وهو أيضا عبء كبير تنوء بحملها الموازنة العامة للدولة، وأصبح يأكل ما يقارب حوالي 40% تقريبا، وخلال فترة قصيرة ربما يتجاوز 50% من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة، ولا يبقى لبقية الأنشطة المالية للحكومة المصرية ما تستطيع أن تفي به متطلباتها الأساسية سواء في التعليم أو الصحة أو غيره. وبالتالي هذا مؤشر أنا في تقديري وفي تقدير معظم الاقتصاديين اللي ينتموا إلى مدارس التنمية مش البورصة وسوق الأوراق المالية والصفقات العابرة، الحقيقة بيعتبروه نقطة ضعف مش نقطة قوة على الإطلاق. طيب حضرتك أشرت ل أو انتقدت يعني فكرة أن هذه الديون وهذه الأموال يتم استخدامها في مشروعات البنية التحتية وليست في المشاريع الإنتاجية. ده ياخدنا بقى سريعا لتصريحات الدكتور محمود محي الدين، لأنه تنبأ بأنه مصر قد تحقق نسبة نمو تصل إلى 6% العام القادم، وأرجع ده لاستثمار مصر في البنية التحتية لأنه البيئة أصبحت ممهدة، الطرق أصبحت موجودة، فبالتالي ده ممكن يكون عنصر دفع
النمو يعني تتفق أم تختلف؟ لا الحقيقة أنا ما أحاجيش واحد زي الدكتور محمود محي الدين الحقيقة، لأنه كان وما زال حتى الآن مطلوب في قضايا فساد كبيرة، لكن على الأقل كان جزء من المجموعة الاقتصادية اللي كذبت وضللت الشعب المصري بشأن 7% معدل نمو، وأن الاقتصاد المصري يسير نحو الإصلاح والتنمية وكل هذا الكلام وهذه المعزوفة كان هو جزء منها، وبالتالي لا أستطيع أن أعتمد عليه أو أناقشه فيما يطرحه، لأنه في النهاية مدفوع بغرض، سواء غرض تسوية وضعه مع النظام الحالي والتخلص من يعني حتى ولو المطاردة المعنوية بشأن فضيحة عمر أفندي والفساد، أو في غيرها من الموضوعات. لكن بشكل عام البنك الدولي منذ سنوات طويلة، منذ نشأ البنك الدولي، والحقيقة جزء من مهامه الأساسية واختصاصاته هو مشروعات البنية الأساسية، على اعتبار أن مشروعات البنية الأساسية في الدول المتحررة حديثا في الخمسينات والستينات هي اللي بتمهد لجذب استثمارات وبتسهل عمليات إقامة المشروعات الإنتاجية والمجتمعات العمرانية وغيره. ده خط منهجي وفكري لدى البنك الدولي مستمر فيه من وقتها حتى الآن. لكن في الحالة المصرية عايز أقول لك، والناس بتنسى يعني وما بتتذكرش، في عهد الرئيسين أنور السادات وحسني مبارك جرى إنفاق حوالي 840 مليار جنيه، 840 مليار جنيه على مشروعات البنية الأساسية كلها، مستشفيات، مدارس، محطات صرف، محطات كهرباء، محطات مياه، طرق، كباري، كل ده أنفق على مشروعات البنية الأساسية. وبالتالي بصرف النظر بقى عن كفاءتها بسبب عمليات الفساد والعمولات وكل الكلام اللي ده احنا غريب، عارفينه ده لانه في عهد مبارك. الكلام اللي بيقال حاليا انه استلموا البلد بدون اي مشروعات بنيه تحتيه، وزي ما حضرتك بتقول طوال فتره لا ده السادات مستحيل. ومبارك بيقال ان احنا بننفق على مشروعات لا البنيه التحتيه، طيب فين؟ لا لا ده كلام مستحيح. انا طبعا كنت اتابع بدقه مشروعات الرئيس انور السادات وقتها والرئيس حسني مبارك، وكنت مختلف تماما مع سياساتهم وكتبت ضدهم، بس ده ما ينفيش انه في انفاق تم سواء بسبب المعونات والمساعدات الضخمه اللي جت مصر خلال هذه الفتره الطويله بعد سنه 74، واللي بلغت حتى خلع مبارك حوالي 850 مليار دولار، ما تنسوش، وبفكر الشعب المصري وكل المشاهدين، مصر دخلها تدفقات مالية لم تكن معروفة من قبل لا في العهد الناصري ولا في غيره، 850 مليار دولار في صورة مساعدات ومنح وقروض وفي تحويلات المصريين ودخل البترول والسياحة وقناة السويس، كل هذه الموارد الضخمة اللي بلغت 850 مليار دولار خلال هذه الفترة أنفق منها جزء كبير على مشروعات البنية الأساسية، وجزء آخر ذهب إلى مسارب الفساد ونهب المال العام. لكن خلال هذا العهد على سبيل المثال في الطرق مثلا، عشان بيتردد كلام ان احنا لاول مرة ننشئ 7000 كيلو طرق، واحنا طبعا ما بنعدش وراهم ما بنحسبش يعني، لانه ما فيش اجهزة رقابية بتراقب بجد وتقول، لكن على الاقل انشئ وجرى مد 25000 كيلو طرق خلال عهدي انور السادات وحسني مبارك اللي احنا خلعناه. وبالتالي لا يعني الكلام محتاج ضبط، محتاج ضبط الى حد كبير. طيب يعني نتوقف برضو عند وجهة النظر اللي في الجانب المقابل، بيقال انه التقليل من مشروعات البنية التحتية والطرق وغيره هو تقليل في غير محله، لانه اذا كنا نستهدف الاستثمار المباشر وزيادة الاستثمار فيجب اولا ان نمهد التربة لذلك، يجب ان تكون لدينا شبكة طرق جيدة، بنية تحتية وموانئ جيدة، حتى العاصمة الإدارية بيقال إنها مهمة علشان الشركات تكون بعيدة عن القاهرة، وده جزء أحيانا ممكن يكون معوق لاستثمار فكرة الازدحام والاختراق المروري وغيره. هل حضرتك تتفق أم تختلف مع هذه الرؤية إنه في البداية يجب أن نمهد الطريق قبل أن نطلب الاستثمار؟ لا
لا انا هقول لك الحاجه الوحيده الايجابيه اللي تمت واللي النهارده بيهدروها هو في موضوع الكهرباء، يعني محطات الكهرباء اللي جرى سد الثغره اللي كانت موجوده واللي كانت قدرها حوالي ما بين 3 الى 4000 ميجا وات، تم ردم هذه الفجوه، لكن في نفس الوقت بتكلفه عاليه جدا. اولا لم نطلع على العقود ونعرف يعني طبيعه العقود، احنا في عهد مبارك كنا بنقدر نجيب العقود وبنقدر نطلع على مشروعات البي او تي مع الشركات اللي بتيجي تنشئ محطات كهرباء او غيرها من المشروعات. الحاجه الثانيه انه التكاليف عاليه جدا وبيتحملها الان المواطنون، يعني كل المواطنين النهارده بيصرخوا من فواتير الكهرباء، بالاضافه لانهم خلاص يعني جرى التعويض او يعني عاده لدى المصريين انه دلوقتي بقوا بيدفعوا فاتوره اللي كان بيدفع 10 و20 و30 جنيه بقى بيدفع 150 و200 و300 جنيه. اصبح هذا هو طبيعه العلاقه ما بين فواتير الكهرباء وبين هذه الشركات، وسيجري بيعها الى مستثمرين اجانب او شركات اجنبيه، وبالتالي كانه بيجري التحايل من اجل عمليات خصخصه واخراج الدوله مره تانيه من قطاع حيوي جدا بالنسبه للاستثمار وبالنسبه للانتاج. فالمشروعات الكهرباء هي الوحيده اللي جرى فيها انجاز يجري اهداره الان. لكن بالنسبه للمشروعات في العاصمه الاداريه الجديده وغيرها، هو اي مشروع انتاجي، لو في مشروع انتاجي مش مشروع في مضاربه الاراضي والعقارات وغيرها، اي مشروع انتاجي هو محتاج ينقل بضاعته للسوق. فهذا السوق يعني معناه هيحتاج انه يبقى اقرب للسوق منه لعاصمه اداريه هي عاصمه لكبار رجال القوم والاغنياء وكده، لانه حسب الاسعار اللي بتباع بيها واللي بتعرض يعني على الراي العام فيما يتعلق باسعار الشقق واسعار الفيلات والقصور وكذا، هي لطبقه اجتماعيه معينه، واعتبارات الامن فيها كان عنصر غالب في اتخاذ القرار، بالاضافه لانها اصبحت استثمار مربح جدا 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 لبعض الجهات وبعض الشركات وبعض مؤسسات الدولة دون أن يدخل فيها جنيه واحد، وأنا بقول على مسؤوليتي، دون أن يدخل فيها جنيه واحد للخزانة العامة. الأرض بتؤخذ أخذت ودخلت في إنشاء شركة مساهمة بتشارك فيها هيئة أراضي القوات المسلحة وجهاز الخدمة الوطنية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. هذه الشركة بتقسم وبتبيع وبتبني وبتبيع وبتحقق أرباح، وبتدخل الأرباح دي لهذه الشركة، ما نعرفش لغاية دلوقتي هل بتحاسب كمان ضريبيا ولا ما بتحاسبش ضريبيا. يعني شكل من أشكال التحايل الحقيقة يعتبر خسارة للخزانة العامة، لأنه دي أراضي دولة مش أراضي بتاعت جهة معينة يتقال إن دي إحنا حرين في التصرف فيها، لا دي أراضي الدولة، وكان المفروض إيرادها أو جزء من إيرادها على الأقل يذهب إلى الخزانة العامة، وهو لن يقل في كل الأحوال عن 70 إلى 140 مليار جنيه، وبالتالي ده كان مبلغ محترم ممكن إنه يساهم في تغطية جزء من العجز في الموازنة العامة للدولة أو تلبية بعض الاحتياجات سواء في قطاع التعليم أو في قطاع الصحة. إذن هناك تشوه في الأولويات، وإحنا تحدثنا عن هذا الموضوع، بالإضافة إلى درجة من درجات الفساد المصاحب لمثل هذه المشروعات، لأننا مفيش عين فاحصة، مفيش جهاز مركزي للمحاسبات بينزل يفتش بدقة على هذه المشروعات، ايه اللي اتصرف فيها واللي اتصرف كان في محله ولا لا، وفي جدوى اقتصادية منه ولا لا، كل الكلام ده لأنه احد كبار المسؤولين وقف يفاخر بأننا ما بنشتغلش بدراسات الجدوى، احنا بنشتغل كده يعني بالبركه يعني. فده يعني عقليه مش عقليه تنمويه، عقليه بتاعت حظ وضربات ضربات حظ يعني. دكتور عبد الخالق، ليه حضرتك تبدو يعني متشائم بشان مستقبل الاقتصاد المصري، وكذلك كثير من الاقتصاديين والخبراء الاقتصاديين ايضا بيكونوا متشائمين بشان مستقبل الاقتصاد المصري، رغم انه تصريحات الحكومه دايما متفائله، صندوق النقد المركزي دايما بيشيد بالتجربه المصريه، البنك الدولي ايضا بيصدر تصريحات متفائله، وبعض التصنيفات ايضا الدوليه. الحقيقه انه مش تفاؤل وتشاؤم، الحقيقه انا افكرك يا استاذ تامر، جايز انت صغير في السن شويه ما تفتكرش ده،
ان الرئيس السادات على سبيل المثال من بعد 74 بدأ يبشر الشعب المصري بانه سنة 80 سيكون عام الرخاء، وسمعنا بقى وقتها الاصلاح الاقتصادي نفس المعزوفة، يعني الاصلاح الاقتصادي، ترشيد الدعم، تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، اعادة الهيكلة، اقتصاد السوق وحرية العرض والطلب، كل الكلام ده سمعناه لغاية، وقال من 74 هو قاعد يبشر المصريين سنة 80 عام الرخاء. ولولا انه هذه الفترة شهدت انتعاش الحقبة النفطية وسفر ملايين المصريين، حجم المصريين اللي سافروا من 74 لغاية 81، مصلحة الجوازات والجنسية استخرجت لمصريين 21 مليون جواز سفر في الفترة دي. يعني لو قلنا جواز سفر كان بيتجدد كل 7 سنين، يعني معناها على الأقل في 10 مليون ل 12 مليون مصري سافروا خلال هذه الفترة في دورة مستمرة، سواء منهم اللي قعد على طول أو اللي قعد 4 سنين، اللي قعد إلى آخره. دول قدروا يحققوا درجة من درجات التوازن المالي لأنه رجعوا بإيرادات وحصيلة سمحت بأن المصريين ما ياكلوش بعض. فسنة 80 ما جاش الرخاء، لكن ما وصلش حدة الصراع الاجتماعي والتناقض والفقر المستوى اللي احنا واصلين فيه. نفس الكلام احنا بنسمعه برضو في عهد حسني مبارك، كنا بنسمع عن التنمية والاستقرار والإصلاح الاقتصادي وأنه في رخاء أو في نمو اقتصادي بمعدلات عالية، ثم تبين الأمر في النهاية بأننا في حالة خراب اقتصادي. الآن مثل أي طبيب يحكم على الحالة العامة للمريض من خلال مجموعة من المؤشرات الأساسية، منها مثلا في حالة الاقتصاد المصري مؤشر المديونية وصل لغاية فين، معدلات التضخم، طيب مستوى المعيشة. بما انك اشرت لموضوع المديونية كلها مؤشرات سلبية للأسف، لانه ده كان بداية اصلا الحلقة والتصريح المتعلق بالبنك المركزي او بيان البنك المركزي بخصوص الاستثمار في ادوات الدين. خلينا اقف معاك عند الطريقة اللي بتدار بيها او بيدار بيها ملف الديون في مصر، هل هي طريقة جيدة ام هناك عليها تحفظات؟ لا، مش تحفظات، هناك رفض من كل الاقتصاديين الوطنيين اللي فاهمين اقتصاد صح وفاهمين مخاطر هذه السياسة على حاضر ومستقبل البلد دي ومستقبل الأجيال اللي جاية. الحكومة المصرية مستمرئة الحقيقة منذ سنوات، وبصفة خاصة في ال5 سنين الأخيرة مستمرئة حكاية أنه تسدد خدمة الدين أو تقوم بخدمة الدين من خلال مزيد من الدين، سواء كان في إطار الفوائد أو في مجال الأقساط، وبتكسب وقت. يعني جزء من هذا العام والعام الماضي كان المفروض تسدد الحكومة المصرية أو ترد جزء من الودائع لدى الأشقاء اللي هو العرب، أو تسدد ديون تزيد عن 19 مليار دولار، وبالتالي ده كان هيبقى له تأثير خطير وضار على الاحتياطي النقدي وبالتالي على سعر الصرف، ونعود مرة تانية إلى حلزون تغريق الجنيه أو تخفيض قيمة الجنيه بالنسبة للدولار الأمريكي والعملات الأجنبية. يعني استمرار السياسة دي الحقيقة بلا أفق، وللأسف يعني كل المسؤولين المحيطين بمتخذ القرار إما أنهم يعني مش فاهمين طبيعة التنمية وطبيعة مشكلات الاقتصاد المصري وكيفية الحلول أو السياسات البديلة لإنقاذ الوضع، أو أنهم متكسبين الحقيقة من هذه الحالة وبيرددوا نفس الكلام اللي كنا بنسمعه على مدار 40 سنة. طب ما هو بيقال برضو يا دكتور أبو خالق أنه طب ما كل دول العالم بيحصل عندها استدانة، وبالعكس في دول ديونها عشرات أضعاف الديون المصرية بما فيها دول كبرى وعظمى، انتوا ليه بتضخموا ملف الديون؟ لا، هو هي كلمة حق أريد بها باطل. الدول اللي بيشار إليها واللي معدل الدين عندها، الدين العام، تجاوز المناسيب أو المعدلات المطلوبة والمأخوذ بها في دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال إنها ما تزيدش عن 65%، هذه الدول تمتلك طاقة إنتاجية وتمتلك بنية إنتاجية وقطاع سلعي قوي، وبالتالي تستطيع أن تلبي أو تخدم هذا الدين دون أن يؤثر على هيكلها المالي والتوازن الاقتصادي والمالي فيها، بعكس الدول اللي أصرفت في الديون زي اليونان على سبيل المثال،
وبالتالي وصلت إلى حد الإفلاس، وأدى ده إلى مدار خطيرة، لأنها اضطرت إنها تبيع جزء من، يعني استغلت بعض الدول بما فيها ألمانيا والمستثمرين الألمان، استغل الوضع السيء في اليونان من أجل تقديم المساعدة لها، في أنه اشتروا جزء كبير من الأصول المملوكة للدولة في اليونان، وده كان عامل حالة من حالات الاستياء الشديدة بين الشعب اليوناني، وهكذا. يعني القدرة الإنتاجية والقطاع السلعي تحديدا داخل الاقتصاد، اللي هو الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة وقطاع البناء والتشييد، لما هذه القطاعات تبقى قطاعات قوية تستطيع أن تخدم هذا الدين دون أن يكون هناك مخاطر حقيقية. لكن في حالتنا احنا بنستلف علشان نتوسع في مشروعات إنتاجية، حجم ما أنفق على مشروعات البنية الأساسية اللي هي يعني جزء منها غير ضروري الآن على الأقل، زي الطرق والعاصمة الإدارية وبعض المدن الجديدة وبعض المنشآت العمرانية، الحقيقة حجمها هو رئيس الجمهورية في إحدى المرات قال إحنا صرفنا في الثلاث أربع سنين الماضية 2 تريليون جنيه، بس ما تقولوليش أنا جبت الفلوس منين. يعني ده منطق برضو يعني مش مقبول في بناء سياسات تشاركية ما بين مجتمع وما بين مسؤولين وبين المسؤولين وبعضهم. يعني احنا عايزين نعرف الاتنين تريليون جنيه دول اتصرفوا في ايه، ودول لو كانوا راحوا لقطاعات انتاجية كان الوضع الاقتصادي في مصر افضل كتير. وانا حدي مثل، يعني حكومة الرئيس السيسي والقوات المسلحة اغدقت في الفترة الاخيرة في انشاء المزارع السمكية، واغدقت وانشأت مزارع سمكية ضخمة. المفترض والمنطق الاقتصادي بيقول انه طالما لديك وفره في الانتاج السمكي الاسعار تنخفض، ما بتنخفضش. معناه انه السمه الاحتكاريه داخل المسيطرين على بعض القطاعات الانتاجيه وبعض القطاعات التجاريه، المسيطرين ككبار التجار وكذا، هم اللي بيحددوا الاسعار بصرف النظر بقى عن اليات العرض والطلب وحريه السوق وكل الكلام الفاضي اللي ماله دماغنا بيها حوالين اقتصاد السوق واليات دليل العرض. دليل ان العرض بيزيد وفي نفس الوقت الاسعار لا تنخفض. انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور عبد الخالق فاروق. تمام. الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على هذه المشاركه القيمه.